لا بإذن الله في الكتاب معجلا. قال اذكر خادما للذات دين فما هو يا رسول الله. قال الموت فما ذكر عبد على الحفيق في الساعة لا زاغت عليه الدنيا فلا بشدة لا نسعد عليه فإن الموت أول منزل من منازل الدنيا إلى آخرة وآخرة منزل من منازل الدنيا. فأفضل الزهد ذكر المعام وأفضل الذكر ذكر الموت. من أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه. فاعتبر يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. فاعتبر يا أولي الأبصار لعلكم تبصرون.